العملاق الأسباني نادي أتلتيكو مدريد ومدربه دييجو سيميوني يفاجئون العالم ويخطفون نجم المنتخب المغربي في الصيف المقبل، صفقة قوية جدا جدا جدا. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة المقبلة. صحيفة الموندو ديبورتيفو الأسبانية أكدت اليوم بأن النجم المغربي سفيان إمرابط قريب جدا من نادي أتلتيكو مدريد، في صدمة قوية جدا لبرشلونة وباريس سان جيرمان واليونايتد وكل الأندية التي كانت ترغب في التعاقد مع الوحش المغربي. نادي أتلتيكو مدريد قدم عرضه لفريق فيورنتينا، ومسؤولي الفيولا شبه وافقوا على العرض لانتقال إمرابط إلى أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل. العرض يقدر ب 40 مليون يورو تدفع نقدا وكاش لمسؤولي فيورنتينا من أجل السماح لانتقال إمرابط إلى كتيبة دييجو سيميوني. سفيان إمرابط أفضل، أو بلاش أفضل عشان ما نبالغش، من أفضل اللاعبين في مركزه على مستوى العالم، إضافة قوية لأتلتيكو مدريد بلا أي شك. دييجو سيميوني أصر عليه، وبالتالي عندما يصر عليك المدرب دي أول خطواتك للنجاح في فريقك الجديد.